بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، من رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 46 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 18 من شهر ربيع الآخر سنة 45 و400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. مستكثرين في ليلتنا هذه، في مجلسنا هذا في البيت الحرام، من صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء الظفر بصلاة ربنا سبحانه وتعالى على أحدنا 10 أضعاف صلاته على نبيه القائل صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى الله عليه نال الخير والبركة والرحمة وكان في عداد أهل الجنة. أولم يقل ربنا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اصطفاه المليك نورا وهديا، فالرسالات قد تناهت إليه، فأنيروا أيامكم كل حين بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. مجلس الليلة أيها الكرام نتدارس فيه الفصل الذي ترجم له الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه، صلة للفصول الماضية الموجزة التي فيها جمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب شتى متعددة الأنحاء، لأنه سيشرع بعد ذلك في تفاصيل الهدي النبوي مرتبة على أبواب الحياة عبادات ومعاملات. سائلين الله التوفيق والسداد، مستكثرين من صلاتنا وسلامنا على نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه. خطب النبي عليه الصلاة والسلام في أمته على مدى سنين بعثته 13 سنة بالمدينة، كان يخطب فيها الجمعة والأعياد ومجامع الصحابة، وكل مناسبة فيها اجتماع لهم يناسب أن يخطب فيهم خطب صلى الله عليه وسلم. تقول العرب: أصدق الشعر أكذبه. ولهذا فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم شاعرا، بل قال عنه ربه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولكن أعذب الكلام أصدقه، وأجمل الوعظ أنفعه، وأروع الخطب ما تجلجل صداها في الآذان ودوت كلماتها في القلوب فأحيت الأرواح وانقادت لها النفوس. ولذلك فما تربع على عرش جمال الكلام وروعة الخطاب أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلامه أعذب الكلم، ووعظه عليه الصلاة والسلام أجمل الوعظ وأنفعه، وخطبه وحي من الله ونور مبين. هذا الفصل فيه جمل ليس في حصر الخطب وسردها، ولكن في معالم هذه الخطب النبوية التي سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن جلس أحدنا يا كرام فحضر خطبة خطيب فصيح بليغ بارع،
فطربت له الأذن وأنست له النفس وانشرحت له الصدور، فقام يتحدث عن جمال ما سمع من خطبة الخطيب. فما ظنكم بسماع الصحب الكرام رضي الله عنه بخطب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لا مجال لأن تقارن خطبة خطيب مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة بخطب من كان يتكلم بوحي من الله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هكذا خطب عليه الصلاة والسلام. هذا الفصل في بيان معالم هذا الهدي النبوي في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال المتبادر عادة الذي يسأله بعض طلبة العلم: أين نجد خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ على مدى 13 سنة خطب في أمته الجمعة والأعياد، وخطب بهم في حجة الوداع، وفي مواقف شتى في حياته عليه الصلاة والسلام. لما لا نجدها مجموعة مروية في ديوان كما يصنع الخطباء اليوم؟ إذا اجتمعت لأحدهم مجموعة من خطبه صار لها ديوان وهي مجموعة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وكلامه كثير جدا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولو جمعت الأحاديث التي فيها ذكر أحاديث اتخاذ المنبر، يقول ولو جمعت الأحاديث التي فيها ذكر خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكلامه عليه لكانت كثيرة جدا. قال: وكذلك أحاديث اتخاذ المنبر كثيرة أيضا. فالسؤال أين هي؟ لما لا نجد الخطب كاملة مجموعة مسرودة؟ والجواب من وجهين. أحدهما أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان يغلب في رواية الصحابة لها روايتها مجزأة مفرقة على هيئة جمل، بل لا تستبعد أن كثيراً مما تحفظ من الأحاديث والجمل النبوية الموجزة في الكلمات الجامعة النافعة هي مقتطعة من خطبه عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت ابن عمر أو أبا هريرة أو جابراً أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم حكى جملة واثنتين وثلاثاً، فإنك لا تستبعد أن تكون جزءاً من خطبة خطبها على المنبر ذاك اليوم. فروى الصحابة جملة منها، بعضها، قطعة منها، وليس بالضرورة أن يقول لك إنها كانت على المنبر أو كانت من خطبة جمعته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فعدد من الصحابة روى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول كذا، سمعته يقرأ على المنبر كذا، في الصحيحين وغيرهما. هذا الوجه الأول في الجواب، أن الخطب النبوية مبثوثة منثورة في دواوين السنة، في الصحاح والجوامع والسنن والمسانيد، مبثوثة كثيرة محفوظة. لئلا يقول قائل: ضاعت خطبه عليه الصلاة والسلام، فقدتها الأمة، لم تحفظ ولم تروى. بلى، محفوظة كثيرة مأثورة مروية، لكنها مبثوثة في الأبواب التي انتقلت فيها الروايات. الجواب الآخر يا كرام، أنه لم يزل من أهل العلم منذ صدر الأمة الأول من اعتنى بجمع الخطب النبوية وحفظها وروايتها، وبعض ما حفظ ونقل لنا وبقي اسمه محفوظا، وما فقد فالله أعلم به. فمن ذلك رسالة فيها خطب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن محمد المدائني المتوفى سنة 24 و200 من الهجرة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أحمد العسال المتوفى سنة 49 و300 من الهجرة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني المتوفى 69 و300 للهجرة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 30 و400، خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري المتوفى سنة 32 و400، الخطب الأربعون المعروفة بالودعانية جمعها القاضي أبو نصر محمد بن علي بن ودعان الموصلي المتوفى سنة 94 و400. هذه جملة في الخمسة القرون الأولى التي مات أصحابها ومؤلفوها، وما عداها فكثير. فضلاً
عن عدد من الدراسات المعاصرة والأبحاث والرسائل الجامعية التي عمدت إلى جمع تلك الخطب من دواوين السنة، بحيث يجمعون كل رواية فيها يقول الصحابي: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر قال كذا، أو كان يوم عرفة قال كذا، أو يوم عيد الأضحى قال كذا. فجمعت تلك الخطب ودرست من الناحيتين الحديثية رواية ودراية. كل هذا إثبات لأن خطب النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت محفوظة، وما ينقله المصنف هنا إنما هو معالم من ذلك الهدي النبوي في خطبه عليه الصلاة والسلام كيف كانت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة. هذا افتتاح كلام المصنف في هذا الفصل. على ماذا كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان له هيئة واحدة معتادة في خطبه؟ أكان لا يخطب إلا على المنابر؟ ألا يخطب إلا على شيء مرتفع؟ قال: بل خطب على الأرض وعلى المنبر وعلى ظهر البعير والناقة، بما تيسر له في موقف خطبته يخطب عليه الصلاة والسلام. خطب على الأرض لما كان يتكئ إلى جذع يخطب عليه قبل أن يصنع المنبر له عليه الصلاة والسلام، كان يخطب على الأرض لم يصعد على شيء، إنما كان يتكئ على ذلك الجذع. فلما صنع المنبر المبني من 3 درجات انتقل إليه، وترك الجذع الذي حنف حتى سمع حنينه في مسجده عليه الصلاة والسلام. فخطب على الأرض وخطب على المنبر ذي 3 درجات غير المرتفعة، يصعد درجتين ويجلس على الثالثة. وخطب أيضا على البعير كما في حجة الوداع على ظهر ناقته القصواء، يحج فيخطب على ظهر ناقته، يكون بين أصحابه فيخطب بينهم. دل هذا على جواز أن يخطب الخطيب قائما على الأرض أو صاعدا على المنبر أو راكبا على شيء على ظهر دابة، بعير أو ناقة أو فرس أو حمار أو غيرها. فدل ذلك على اتساع الأمر للخطيب في أن يخطب بما تيسر له من هيئة وحال، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب على السعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. روح الخطبة من روح الخطيب، أما الكلمات ذات العبارات والحروف فلا نبض لها ولا حراك. شتان بين خطبة وخطبة لأنه شتان بين خطيب وخطيب. إذا كان شعر القصيدة هي مشاعر شاعرها، فالخطبة نفس الخطيب وروحه التي تتدفق بين أحرفه وثنايا عباراته وكلماته. ولا والله ما اعتلى المنابر خطيب مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحيت الكلمات أرواح السامعين مثل ما فعلت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ما أحيت أرواح سامعيه في مجلس خطبته عليه الصلاة والسلام فحسب، بل أحيتهم والأمة من بعدهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل إلى يوم الناس هذا. وإنا والله لنسمع من كلامه عليه الصلاة والسلام ما نقرأه أو نسمعه مما يروى على آذاننا، فتعود لكلماته حياة الأرواح ونبضها المتدفق في الصدور. جعل الله لكلام نبيه عليه الصلاة والسلام من الأثر ما تخطى حاجز الزمن، وما زالت الأمة تجتمع على مائدة حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم، تقتبس من نوره وتستضيء بنوره، وتأخذ من هديه ما فيه صلاح دنياها وأخراها إلى يوم القيامة. مات عليه الصلاة والسلام وبقيت كلماته حية في نفوس الأمة تتداولها جيلا بعد جيل. مات عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى، لكن سنته ووحي دينه الذي جاء الله تعالى به على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم ما يزال نبعا متدفقا
تستقي منه الأمة إلى يوم القيامة. كلماته ندية الأصداء، رطبة الأحرف، ما زالت تفعل فعلها في القلوب، وهذا من بركة الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في وصف هذه الروح التي كانت روحا لكلماته عليه الصلاة والسلام. كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، ما كانت خطبته كلمات تلقى من وريقات، كانت كلمات تخرج من الصدر، فإذا بها كلمات تبعث الحياة، تحمر العينان ويعلو الصوت ويشتد الغضب، هي حياة في روح الخطيب. يقول كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. إذا جاء جيش يداهم أهل بلدة وقرية، فأسرع النذير لأهل القرية يحذرهم، فإن هيئته وحاله مما اعتراه من الفزع والخوف والعجلة والإسراع وارتفاع الصوت كحاله عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنابر يخطبها، فإنه تحمر عيناه ويرتفع صوته وهو يقول بهذه الهيئة: بعثت أنا والساعة كهاتين. إشارة إلى قرب القيامة وكون الأمة في آخر الزمان، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يشير مع الكلام، يستعمل لغة الجسد، يتكلم، فإذا عيناه ناطقتان، وإذا وجهه ينقل الكلام، وإذا الصحابة يعيشون حس خطبته بكلامه ومشاعره وتعبيرات وجهه ولغة جسده، يشير باليد ويعبر بملامح الوجه، وإذا الصحابة كلهم مأسور بما يرى ويسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مما يقوله أيضا في صدر خطبه كما في صحيح مسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه جمل أربعة كانت تقال على لسانه عليه الصلاة والسلام في افتتاح خطبه، هي معاقد الإسلام، هي أصول عظام: الخيرية المطلقة في الكلام لكلام الله، والخيرية المطلقة في الهدي والشأن والسيرة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا كلام أعظم ولا أصدق ولا خير من كلام الله، ولا هدي في الأمة أو سيرة أو حياة أجمل ولا أكمل ولا أنفع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقرر الأصل العظيم في الاتباع وإغلاق باب الابتداع، في الاقتصار على السنة وترك المحدثات، قال: وشر الأمور محدثاتها، جمع محدثة، وهو كل شيء أحدث في الدين بعد اكتماله وتمام الوحي والتحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. ثم ذلك التعميم العام: وكل بدعة ضلالة. لا شيء من البدع يوصف بخير ولا حسن ولا هداية في الأمة، لأن الابتداع إنما يكون إحداثاً في الدين، استدراكاً على الشريعة، ولسان حال صاحبها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتم الدين ولا أكمل الله له الرسالة. فالاستدراك بالإحداث هو أسوأ ما فيها وأشأم ما يحتويها. قال: وكل بدعة ضلالة، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. قال رحمه الله: وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير، فليس معهم به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، والسنة تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه. يقصد شيخه شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. الهدي العام في افتتاح الخطب الافتتاح بحمد الله، أيا كانت الصيغة اسمية أو فعلية، فإذا قلت أحمد الله فهي صيغة فعلية تدل على حمد المتكلم لله تعالى، وإذا قلت الحمد لله فهي صيغة اسمية، وهي أيضا تدل على إثبات الحمد بأجمعه حصرا للمنعم سبحانه وتعالى. وأما خطبته عليه الصلاة والسلام فجمعت بين الصيغتين الفعلية والقولية، فإنه كان يقول: إن الحمد لله، يصدر بالجملة الاسمية المؤكدة،
ثم يعطف فيقول نحمده ونستعينه ونستغفره، جمع بين محاسن الصيغتين، فإن الجملة الاسمية تفيد الاستقرار والثبات، والجملة الفعلية تفيد الحدوث المتكرر المتجدد، فجمع صلى الله عليه وسلم بين المعنيين باشتمال الصيغتين. إن الحمد لله نحمده، فالحمد مستقر ثابت متجدد على ألسنتنا، ما زلنا نكرره، فجمع بين معاني الصيغ عليه الصلاة والسلام. الافتتاح بحمد الله سنة يا كرام، يفتتح بها النبي عليه الصلاة والسلام خطبته ومجلسه وحديثه إلى أصحابه، وتوارث أهل العلم في الإسلام هذا الهدي النبوي، فلا يفتتح عالم مجلسه ولا كتابه إذا ألفه ولا درسه ولا خطبته إلا بالحمد لله جل وعلا، اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. علم الأمة كيف تفتتح كلامها بالحمد لله، كما تفتتح القرآن الكريم بفاتحة الكتاب الحمد لله، كما تفتتح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام في الفاتحة بالحمد لله، كما تفتتح يومها إذا أصبحت بالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، كما تختتم يومها عند المنام بالحمد لله الذي يميتنا ثم يحيينا. نحن أمة الحمادين، ونبينا من بيده لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وتأتي هذه الأمة الكريمة الحامدة لربها تحت لواء نبيها صلى الله عليه وسلم القائل وبيدي لواء الحمد يوم القيامة. فعلمنا كيف نعيش الحمد لله في كل شؤوننا، وشأن الخطب والوعظ ومجالس الهداية والخير والإرشاد أولى بأن تكون مفتتحة بنسبة الحمد والاعتراف بالفضل والثناء والجميل لربنا الكريم المنعم سبحانه وتعالى. قال وأما قول كثير من الفقهاء بالتفريق بين خطبة وخطبة، فيقولون خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار لأن المقام مقام تضرع وانكسار وطلب المطر ونزول الغيث، وخطبة العيد تفتتح بالتكبير لأنها فرحة وبهجة والتكبير من سنن العيدين. قال هذا وإن كان جائزاً لكنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه سنة ثابتة تروى عنه عليه الصلاة والسلام. فصح إذن أن نقول إن افتتاح الخطب جمعة واستسقاء وعيدا كلها تكون بالحمد لله. فلو استبدل خطيب بغيرها فافتتح بالتكبير أو افتتح بالاستغفار جاز ذلك، لكن الهدي النبوي أكمل وأتم وأعظم، وقد كان قائما على الافتتاح كما قال في جميع الخطب بالحمد لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال السلام عليكم. قال الشعبي وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم، وفي خطبة الجمعة كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس كما يفعل خطباء المسلمين في الجمع اليوم. خطبته قائما لأنها أدعى إلى انتباه السامع ولفت الأنظار، فإن الخطيب في موقف الصدارة وجمع الناس واستحواذ الأسماع إليه، فناسب أن يكون في موضع يبدو أمامهم واقفا وهم جلوس. فالهدي النبوي في الخطب القيام، وكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. ثم ساق أثرا يروى عن عطاء بن رباح رحمه الله، ولأنه تابعي فالحديث مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال السلام عليكم، يفتتح استقباله للناس في مجلسه وخطبة الجمعة بالسلام. قال الإمام الشعبي وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك، يعني أيضا يستفتحون الخطبة بالسلام على أهل المسجد والجامع، فإذا أذن المؤذن ألقى الخطيب خطبته كما يفعل خطباء الجمعة اليوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يختم خطبه بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. هذان معلمان من الهدي النبوي، كان يختم خطبه بالاستغفار، يستغفر الله ويحث الأمة على الاستغفار،
ولهذا أنت تسمع خطباء الجوامع في غالب أحوالهم يختم أحدهم خطبته أيضا بالاستغفار قائلا كأن يقول مثلا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه. فالخطبة إذا افتتحت بالحمد وختمت بالاستغفار فإنها على أثر من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المعلم الثاني قوله وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن، والمقصود بالخطبة بالقرآن أن تكون الخطبة مشتملة على تلاوة آيات من القرآن، وربما اقتصرت الخطبة على سورة من سور القرآن كما سيذكر في حديث صحيح مسلم الآتي. قال وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن رسول إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذا الحديث في صحيح مسلم. تقول أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها، تقول ما أخذت قاف والقرآن المجيد يعني سورة قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تقول ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. هل هذا على عمومه أن كل خطبه في الجمعة كان لا يقرأ فيها إلا سورة قاف؟ الجواب لا، لكنها كناية عن تكرر ذلك كثيرا. وأم هشام تقول أنا أصلا ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ما سمعتها من لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس في الصلاة بل في خطبة الجمعة يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال الإمام النووي رحمه الله وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة، استنادا إلى هذه الرواية الصحيحة من حديث أم هشام رضي الله عنها فيما حكته من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم يقال هذا أيضا لا زال من السنة أن يخطب بالقرآن مع مراعاة ما يحصل به المقصود من هذا الهدي النبوي. لماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في خطبه القرآن؟ لماذا كان يقتصر على مثل سورة قاف؟ نعم سورة قاف فيها الوعد والوعيد والتذكير وتقرير التوحيد والجنة والنار، لكن السؤال لماذا الاقتصار؟ الجواب لأن القوم عرب وفي لسانهم من الفصاحة وإدراك المعاني ما يكون القرآن وآياته أبلغ من كل كلام يسمعونه، فإذا سمعوا القرآن كان غاية ما يطرق أسماعهم من البيان والإيضاح الشافي ووعظ القلوب وإيصال المعنى. اليوم لما بعد العهد بفصاحة اللسان وتردت الملكة اللغوية وضعفت الأسماع وغابت معاني كثير من مفردات القرآن، فلا يقال إن الاقتصار التام في كل الخطب على قراءة سورة من سور القرآن قاف أو غيرها يكون محققا للمقصود كما تحقق في زمنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد خطيب أن يفعل ذلك كان الأولى به أن يمزج بين قراءة القرآن في الخطبة أو الاقتصار على سورة مع الحرص على تقريب معانيها لأجل أن يفهم السامعون. وإلا فإن اليوم في زمننا هذا مع غياب كثير من معاني كلمات القرآن عن الأفهام وإدراك المعاني بين العرب فضلاً عن العجم لا يحقق المقصود، والاقتصار على صعود المنبر لقراءة سورة قاف ثم نزوله من على المنبر تطبيقاً للسنة فيه ظاهرية مع جفاء، يعني سيتمسك بظاهر الرواية دون مراعاة لتحقيق المقصود من أن تكون الخطبة وعظاً للقلوب، أن تكون إصلاحاً للنفوس، أن تكون دلالة على ما يحتاج إليه العباد في أمر دينهم ودنياهم. تحقق هذا زمن الصحابة لأن القرآن نزل بلسانهم، وسورة قاف وغيرها من آيات القرآن كانت بما يتحدثون به ويسمعونه ويتكلمون به، فكان أتم بيان وأعظمه وأجمله على مسامعهم أن يسمعوا من كلام الله عز وجل، مثل ما قالت أم هشام
ما حفظت قاف أو ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر. وإنما قلنا إن قولها كل يوم جمعة ليس على ظاهره في أن كل خطب الجمعة كانت مقتصرة على سورة قاف، لأن كثيرا من الخطب المروية فيها غير ذلك، وفيها مرويات أخرى في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهذه في الزخرف وليست في قاف. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. وهذه ليست سورة قاف، فدل على أن قولها كل جمعة تقصد بها الغالب، أو تقصد به ما كانت شهدته رضي الله عنها من خطب الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا عامة الخطب على إطلاقها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا، إلا أنه قال: ومن يعصهما فقد غوى. هذا الذي يسمى بخطبة الحاجة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مجالسه خطب الجمعة ومجالسه إذا تحدث إلى أصحابه، فسماها العلماء خطبة الحاجة، التي كان ابن مسعود رضي الله عنها يذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا تشهد قال، وذكر هذه الجمل، وفيها ما سمعتم من نسبة الحمد مطلقا إلى الله اعترافا بالجميل وثناء على المنعم بما هو أهل له سبحانه. فيها أيضا التجاء إلى الله واستغفار، وفيها احتماء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فيها الافتقار بطلب الهداية من الله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. في الجمل الشهادتان كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيها إثبات الوحدانية لله والنبوة والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، وفي الرواية الأخرى: ومن يعصهما فقد غوى. كل هذه جمل إن قيلت فتكررت على الأسماع، تقررت معانيها في النفوس، وحبذا أن تتقرر هذه المعاني العظام في نفوس أهل المسجد وأهل الجمعة وأهل القرية وأهل البلد وأهل الإسلام كافة، أن تطرق أسماعهم هذه العبارات كل جمعة، وإذا بهم يسمعون توحيد الله وإثبات النبوة والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إظهار الافتقار في طلب الهداية من الله، الالتجاء إليه سبحانه. هذه طالما تكررت تتقرر معانيها في النفوس، وتكرارها والمداومة عليها في الهدي النبوي في أحد مقاصدها تحصيل هذا المعنى باستقراره في النفوس. ومن يصلي مع خطيب الجمعة هذا الأسبوع والذي يليه وبعد سنة وسنتين وثلاث، فإنه تتنوع عليه الموضوعات ويسمع من الوعظ والخطابة مواضيع شتى، إلا أن مفتتحها إذا كان متكررا فإنه مهما اختلفت المواضيع يبقى هذا الأصل العظيم متكررا على أسماعهم كل جمعة كما في هديه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب: كل ما هو آت قريب
لا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخف لأمر الناس. ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الناس أمرا ويريد الله. وما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا مبعد لما قرب الله، ولا مقرب لما بعد الله، لا يكون شيء إلا بإذن الله. هذا أنموذج من خطبه عليه الصلاة والسلام، وإن كان مرويا مرسلا عن ابن شهاب الزهري، وقد أخرجه أبو داود في المراسيل، فليس من الصحيح المسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما فيها من المعاني الصحيحة التي ثبتت في جملة كلامه عليه الصلاة والسلام في إثبات هذه المعاني، قرب يوم القيامة وقصر هذه الحياة وإثبات الكمال المطلق لله عز وجل، ونسبة الأمر والإرادة والتدبير إليه وحده سبحانه. ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الناس أمرا ويريد الله، يعني ويريد الله أمرا فينفذ أمره سبحانه لا ما أراد الناس. قال وما شاء الله كان ولو كره الناس، كل تلك المعاني تقررت بجملة من النصوص الشرعية في الكتاب وفي السنة، فإن ضعفت الرواية لإرسالها فإن مضمونها ومعناها صحيح ثابت في جمل من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز في عدد من آيات القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، وتعليم قواعد الإسلام، وذكر الجنة والنار والمعاد، والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه. هذا يشبه أن يكون تحليلا لخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لو جمعتها فحصرتها وأحصيتها وحللت ما جاء فيها على ما اقتضى ما يفعل الناس في الدراسات المعاصرة اليوم، فإنك تجدها تدور حول هذه المعاني. قال: كان مدار خطبه على هذه القضايا، وأنت إذا تأملتها وجدتها من محكمات الشريعة ومن قواعد الدين العظام، وجدتها ما تقوم عليه جمل تفاريع الإسلام وعباداته وشرائعه، تقوم على هذه القواعد العظمى: حمد الله والثناء عليه، بآلائه وأوصاف كماله، هذه قاعدة العبودية وعليها مدار الإسلام أصولا وفروعا. لا شيء في الدين في العقائد ولا الأحكام يقوم إلا على هذا الأصل العظيم، تعظيم رب العالمين وإجلاله في النفوس، وأن يكون لربنا سبحانه وتعالى من الثناء عليه والاعتراف له بالحق ومعرفة قدره العظيم وما أتى في نصوص الكتاب والسنة من عظمة ربنا وجلاله وكماله ومحامده، أن يكون هذا من أصل ومن أعظم ما يتكلم عنه العلماء والخطباء والأئمة والدعاء، بل هذا من أعظم ما تكلم به الأنبياء، أن يعرفوا العباد بربهم، وأن يدلوا العباد على خالقهم، وأن يرشدوا البرية إلى ربها وخالقها، لأن التوحيد يقوم بعد معرفة الخلق للخالق، فإذا عرفوه حق المعرفة عظموه، وإذا عظموه قاموا له بالحق الذي أوجب عليهم من توحيد وإفراد وعبادة كما أراد الله عز وجل. وآفة العباد بدءا من الشرك وانتهاءا بأدنى الضلالات أو الفسق والعصيان مردها إلى الجهل بالله عز وجل، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما عصى الله إلا جاهل. ليس يقصد جهل التعليم والأمية في القراءة والكتابة، يقصد الجهل بعظمة الله. أو ما قال ربنا: وما قدر الله حق قدره. فآفة العباد ضعف تعظيمهم لله، وضعف تعظيمهم وعدم تقديرهم لله حق قدره مرده إلى الجهل بالله. ولو عرفوا الله لعظموه، ولو عرفوه لقدروه حق قدره جل في علاه. فهذا أصل عظيم هو قوام الدين، ولهذا فما كانت لتخلو منها خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل الكلام حين يكون عن ربنا سبحانه، تحلو الخطب والله بذكر الله، ويجمل الكلام إذا اشتمل على تعظيم الله
وأجمل الوعظ وأحلاه في المسامع وأعظمه أثرا في النفوس إذا كان مضمنا لتعريف العباد بالله، بل جمل آيات القرآن تقوم في صريح دلالاتها وتضمينها على هذا المعنى العظيم، الإشارة إلى معنى تعظيم الله ومعرفته حق معرفته. ثم قال: وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، قواعد الإسلام وليست التفاصيل. ما كان يخطب عن مفطرات الصيام صلى الله عليه وسلم، ولا كان يخطب عن صفة العبادات على نحو مفصل يجعلها في خطبة جمعة، ولا عن أحكام كفارة اليمين. نعم، هذه موضوعات يحتاج إليها، لكن الكلام على الهدي النبوي كيف كان في الخطب يتكلم عن قواعد الإسلام، يتكلم عن المعاد، الجنة والنار، الأوصاف كما جاء في القرآن الكريم، يأمر بتقوى الله لأنه مناط إصلاح القلوب، يتكلم ما الذي يرضي الله ليستدل عليه العباد، وما الذي يغضبه جل في علاه ليتجنبه العباد. قال: فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقول في خطبه أيضا: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. هذا أيضا مما ثبت في خطبه صلى الله عليه وسلم بحديث، وإن كان في جمل بعض رواياته ضعف، لكن مجموعها يعضد بعضه بعضا، ولهذا حسن إسناده بعض أهل العلم. الحديث عند الأئمة أحمد وأبي يعلى وابن خزيمة في الصحيح، والبيهقي في السنن، والطبراني أيضا. والحديث من حديث الحكم ابن حزن الكولفي قال رضي الله عنه: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة، يعني إما كنا سبعة وأنا معهم، أو كنا تسعة وأنا بينهم. قال: فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادعوا الله لنا بخير. قال: فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر. قال: والشأن إذ ذاك دون، يعني كانت المسألة في غاية من القلة والحاجة، فما أعطاهم من التمر كان قليلا. قال: والشأن إذ ذاك دون، يعني كان في قلة وضعف، فأعطاهم ما تيسر صلى الله عليه وسلم. قال: فأقمنا بها أياما في المدينة، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. هكذا وصف ما سمع في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلمات خفيفات طيبات مباركات. ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. يعني أيها الناس، أنتم مجبولون على النقص، على الخطأ، على التقصير، وليس فينا كامل، لكن هذا ليس عذرا لأن نستسهل في المعاصي والتقصير والذنوب، ولكن سددوا وقاربوا، اجتهد بقدر ما وسعك، خذ بالعزم والحزم، وانهض في طريق عبادتك لله، واستبق في الخيرات. هذه الجمل القصيرة التي كانت على في خطبته عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن سددوا وأبشروا، وفي رواية قال: ولكن سددوا وأبشروا، يقصد لكن اقتصدوا في العمل واجتهدوا فيما تقدرون وأبشروا، فربنا كريم يجزل العطاء ويكرم من طرق بابه، ومن تعثر فاستغفر وتاب، فربنا سبحانه كريم تواب. قال رحمه الله: وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. وهذا أيضا معلم كبير، نعم الخطيب إذا خطب الجمعة أن يحدث الناس بما هم فيه من حال وشأن أو أمر يشغل الناس. فإذا كان الناس في حال هم وكرب أو مصيبة أو مرض أو داء أو شيء يشغل بالهم، ألا يكون بعيدا عن ذاك فيتكلم فيما لا يعنيهم. يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. خطب يوم عرفة صلى الله عليه وسلم فتحدث عن جمل قواعد الإسلام وشرائعه العظام، غير ما كان يخطب به مثلا في خطبة الجمعة، ولما خطب العيد ذكر ما يناسب المقام. فنعم الخطيب
من إذا تحدث إلى الناس تحدث بهمومهم وشجونهم ومقتضى ما يشغل حياتهم، فهذا هو الذي يجعل الناس يجدون في خطبة الجمعة زاداً يتقوون به من أسبوع إلى أسبوع، فينهضون في مسيرة عبوديتهم إلى الله عز وجل على بصيرة، يتواصون بالحق والخير والهدى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. يعني ما تقدم قبل قليل في حديث ابن مسعود لما يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم يتشهد بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يذكر نفسه باسمه العلم، يعني لا يتكلم عن نفسه بالضمير، ما يقول أشهد أني رسول الله، بل يسمي نفسه باسمه العلم: وأشهد أن محمداً رسول الله أو عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. كل خطبة تخلو من إثبات الشهادة بالوحدانية لله والنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خطبة ناقصة مشوهة كاليد الجذماء التي أصابها الجذام أجاركم الله. والجذام إن عوفي منه صاحبه بقي من أثره في الجلد ما تشمئز منه أنظار الناظرين، فكل خطبة تخلو من الشهادتين فهي بذلك المنظر القبيح المزعج التي لا ترتضيه النفوس. والحديث أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة ولا زيقا واسعا. يشير المصنف رحمه الله إلى بعض ما أحدثته الأمة في قرون متأخرة بعد القرون الفاضلة: هيئة وزي وسمت وشيء من الطقوس التي مشى فيها بعض الخطباء فابتعدوا بها عن الهدي النبوي. فنبه على ذلك فقال: الذي يحصل من كذا وكذا وكذا ليس هذا من السنة، وهذا خلاف الهدي النبوي. مثل ماذا؟ قال: لم يكن له شاويش يخرج بين يديه، يقصد به رجل يمشي بين يدي الخطيب في صعوده إلى المنبر كالمقدم له، يقوده في الطريق ويفتتح له الدرب فيمشي أمامه ويسير بين جموع الناس فيقطع الجموع أو الصفوف حتى يصل إلى المنبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج وحده فيصعد المنبر ويخطب فيعود. إذا خرج من حجرته قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا أبو هريرة ولا بعض خدمه كأنس وابن مسعود رضي الله عن الجميع، ما كان أحد يخرج بصحبته، ولا كانت له أبهة وفخامة وحاشية وموكب يمشي عن يمينه وعن يساره وأمامه ومن خلفه، ما كان يفعل هذا. وأشار رحمه الله إلى أن هذا الذي كانوا يفعلونه في المواكب بين يدي السلاطين وبين يدي الحكام والأمراء وبعض الخطباء الذين تتوسع بهم الدائرة في المشي وفي الطريق، قال: ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا لم يكن يخصص لباسا يخرج به لخطبة الجمعة بإزاره وردائه بعمامته عليه الصلاة والسلام. قال: لم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم، يتكلم المصنف عن زمنه رحمه الله، لا طرحة ولا زيقا واسعة. الطرحة عبارة عن شيء من الطيلسان، كساء يلقى على الكتف فيغطى به مثل الشال. ولا زيقا واسعا يعني نوع من الثياب تكون رقبته واسعة تحيط بأكمام اللابس، يقصد ما كان له زي خاص. فالسؤال: هل هذا ممنوع؟ الجواب: لا، إذا اعتاد الناس في زمان ما ومكان ما لباسا معينا أو أصبح هذا هيئة لخطباء الجمعة بأن يلبس لباسا يكون فيه من العناية بالمظهر وأخذ الزينة اللائقة بها عند المساجد وخطبة الجمعة، فليس هذا ممنوعا، إذ الأصل في اللباس الإباحة، وعادات الناس ما لم تشتمل على محرم وممنوع ومحظور فهي مباحة في الشريعة. إلا أنه يقول: لا يصح أن تجعل هذا نسبة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان منبره ثلاث درجات، وكان منبره ثلاث درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولم يقل شيئا بعده. فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره. أيضا هو تقرير للهدي النبوي متضمن لبعض المخالفات التي كان المصنف رحمه الله يعيشها في زمنه، وربما وجدت اليوم في بعض الجوامع في بعض بلاد المسلمين. المنبر كان ثلاث درجات لا أكثر، الذي صنعوا له الأنصار بالمدينة لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح منبره حتى مات. ثلاث درجات، يصعد على الدرجتين الأولى والثانية ويخطب عليها، ويجلس على الثالثة بين الخطبتين، لم يكن أكثر من ذلك. إذ المقصد أن يكون بحيث يرتفع عن الأرض ليراه الناس ولو كانوا في آخر المسجد، فهذا الارتفاع بقدر درجتين فيه الكفاية وليس أكثر. لم يكن درجا من 20، لم يكن منبرا من 20 درجة بحيث يصعد إلى السقف يتطلع إليه الناس إلى الأعلى هكذا، إنما كان ارتفاعا بحيث يراه الجالسون فيتحقق به المقصود. قال أيضا: فإذا استوى عليه، يعني صعد المنبر الدرجتين فجلس على الثالثة، استقبل الناس فيأخذ المؤذن في الأذان. أي أذان؟ أذان الجمعة، ولن نقول الأذان الثاني لأنه لم يكن أذان أول في زمنه عليه الصلاة والسلام، ما كان إلا أذانا واحدا، وكان أذان الجمعة بعد جلوسه عليه الصلاة والسلام على المنبر. قال: لا يقول شيئا قبله ولا بعده، يعني لا قبل الأذان ولا بعده، إشارة أيضا إلى بعض المخالفات. فإنه ربما كان في بعض الجوامع يبتدئون أثناء صعود الخطيب مثلا بترداد بعض عبارات الذكر، حمدا لله أو تسبيحا أو تكبيرا أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا جلس قالوا بعض الجمل أو قرأوا بعض الآيات قبل الأذان. قال: لا، لا قبل الأذان ولا بعده، هو الأذان ولا غير. فإذا انتهى المؤذن قال: أخذ في الخطبة، وإذا أخذ في الخطبة قال: لم يرفع أحد صوته بشيء، لا مؤذن ولا غيره. إشارة كلها إلى بعض المخالفات التي كتب فيها الأئمة في تلك الحقبة، تنبيها على محدثات ومخالفات للهدي النبوي في خطبة الجمعة مما يصنعه المؤذنون وأهل المسجد. بل كان الهدي النبوي خطبة يسبقها أذان، لا شيء قبلها ولا شيء بعدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر. كذا ذكر أبو داود عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكأ على قوس. إذا خطب يأخذ عصا فيتوكأ عليها وهو على المنبر، فيتوكأ على العصا. قال: وأحيانا على قوس. ومر بكم حديث الحكم ابن حزن الكلفي قال: فقام متوكئا على عصا أو قوس. قال رحمه الله فيما أخرج أبو داود عن ابن شهاب وهو مرسل كما تقدم في الرواية: وكان الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفعلون ذلك، يعني الاتكاء على العصا عند خطبتهم على المنابر رضي الله عنهم. وكما أشار المصنف فهو جملة من هديه عليه الصلاة والسلام في هيئته في صعوده على المنبر إذا خطب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. ثبت في السنة عنه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أن يتكئ على عصا أو على قوس وليس على سيف. وما يرويه بعضهم أنه يخرج بعض الخطباء على المنبر يتكئون على السيف ويظنون هذا من السنة، فهو خطأ نبه عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه توكأ على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي. وأما السيف فلمحق أهل الفساد والشرك، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف.
نبه على هذا الخطأ رحمه الله بقوله: وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك بالسيف على المنبر، يعني إشارة إلى القوة، لأن السيف رمز للجهاد وأن الدين إنما قام بالسيف. قال: هذا خطأ من وجهين، رواية ودراية. أما الرواية فلأنه لم يحفظ ولم يروى أنه كان يمسك بالسيف، بل كان يتكئ على العصا أو القوس، هذا من ناحية الرواية. أما من ناحية الدراية يعني الفهم والمعنى، فإن الظن بأن الإسلام قام على السيف وانتشر بالسيف، قال: هذا خطأ، إنما الدين قام بالوحي، والرسالة جاءت بالكتاب المبين وببيان ما جاءت به الشريعة. قال: أما السيف فإنما هو للعصاة، للعتاة، للمعاندين، للمقاتلين، لمحق أهل الفساد والشرك. ثم أين كان يخطب عليه الصلاة والسلام خطبه؟ في مسجده في مدينة الإسلام، في عاصمة الدين. مدينته ما فتحت إلا بالقرآن لا بالسيف، هاجر إليها فاستقبله الأنصار رضي الله عنهم، فتحوا قلوبهم قبل دورهم، فما الحاجة إلى الإمساك بالسيف؟ وأي رسالة على منبره في مسجده عليه الصلاة والسلام بالإمساك بالسيف؟ ففند رحمه الله هذا الخطأ الذي يظن أنه من السنة، وأنه إن خطب الخطيب على المنبر فاتكأ على عصا ونحوها كان ذلك قريبا من السنة، ليس السيف أو السلاح الذي يظن بعضهم من هديه عليه الصلاة والسلام. ما يزال في الفصل بقية نأتي عليها إن شاء الله تعالى تباعا في مجالسنا المقبلة، في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الخطب، نأتي عليها في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وما يزال أيضا في جمعتنا هذه الليلة ويوم الغد فسحة ومتسع للسباق، سباق المحبين لنبيهم عليه الصلاة والسلام بكثرة الصلاة والسلام عليه. يا خير من صعد المنابر واعتلى، والزيغ بعد مقالة منه انجلى، بحر البلاغة يستقي من حوضكم وكذا البيان، وكل قول قد علا، لما ذكرتك أينعت يا سيدي بيداء شعري بعدما كانت فلا، صلى عليك الله ما داع دعا أو رام حفظا من حديث أو تلا. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلي يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة وردا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غدا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، عجل يا رب بالفرج والنصر والتمكين للمسلمين في كل مكان. اللهم كل إخوتنا المسلمين المستضعفين في فلسطين، ارحم يا رب ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. وعليك يا رب ببني صهيون، فإنهم لا يعجزونك، يا قوي يا قاهر، يا عظيم يا قادر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. رباه إنهم قد طغوا وبغوا، فلا تذر على الأرض منهم ديارا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.